هي وأبي أخذوا بعضهم عن حب، بس هذا ما منعوا يضربها على الطالعة والنازلة. كان دقة قديمة، فهمان إنه المرأة مثل السجادة، كل فترة بدها نفضة. كسر عظامها من قتل، وكل ما تستجير ببيت أهلها رجعوها لعنده بكلمة نحن ما عنا طلاق. المرأة من بيت جوزها لقبرها. وهذا اللي قرب يصير عن جد. آخر مرة كان على شوي قتلها على الخالص، وقتلني جواتها. عدوية ذات نفسها ما بتعرف كيف نفدت بريشة. يمكن من حلاوة الروح، يمكن لأنها رح تصير أم، بس الرعبة ظلت ملازمتها مدة طويلة.